وتزامنا مع احتفالات المملكة الشقيقة باليوم الوطني الحادي والتسعين توشحت المنشآت والمرافق الحيوية في البحرين باللون الأخضر تعبينا تعبيرا عما يجمع المملكتين قيادة وشعبا من علاقات تاريخية وخوية عميقة وممتدة وما تشهده من تطور ونماء في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حافظهم الله.